يقول: ما حكم من يقول لو أن سيدنا آدم عليه السلام لم يأكل من الشجرة لكنا في الجنة؟ أن هذا القول فيه شيء؟ هذا لا يجوز، لأن هذا معنى تنقص لآدم عليه السلام، وآدم تاب إلى الله وتاب الله عليه، لا يجوز هذا الكلام عليه بنفسك يا أخي. ما تدخل الجنة بدون عمل، ما تدخل الجنة إلا بعمل يا أخي.